مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. وهنبدا هذه الحلقه كالمعتاد باخبارنا ومتابعتنا لاخبار الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. الاستعدادات بتجري في هذه المرحله وتستأنف التدريبات غدا ان شاء الله بعد الراحه السلبيه لمده 4 أيام عقب نهايه معسكر الفريق في الامارات والعوده من هذا المعسكر مساء الاربعاء الماضي. بالفعل بعد حصول الفريق على راحة بيقرر الجهاز الفني أنه تبدأ التدريبات وتستأنف غدا إن شاء الله الاثنين استعدادا للمرحلة المقبلة في دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم، وهي مرحلة بالغة الأهمية وانطلاق مباريات الفريق ومواجهات دور المجموعات والمباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي يوم 29 من نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. طبعا بنفكر حضراتكم مره ثانيه ان الجهاز الفني كان قرر بالفعل خوض مباراتين وديتين خلال فتره التوقف الحاليه للدوري، حافظ على حاله الفريق وتركيزه والتوب فورم الخاصه بالاداء والجانب البدني والفني والخططي والتاكتكس الخاصه بالفريق اللي بيطبقها الجهاز الفني بقياده ريني فايلر المدير الفني، والحفاظ على جاهزيه الفريق لاستئناف المباريات سواء المحليه في الدوري الممتاز او في منافسات دوري الابطال الافريقي. طبعا بيبدا الجهاز الفني والاداري الجهاز الاداري للفريق الاول في النادي الاهلي بدا اجراءات ما يتعلق طبعا باستخراج الاوراق والوثائق والتاشيرات الخاصه بالسفر الى تونس والاستعداد لمواجهه النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وكانت في اتصالات والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وايضا الكابتن سمير عدلي المدير الاداري كانوا اجروا عدد من الاتصالات بالمسؤولين في المصريين في تونس، تحديدا المسؤولين في السفارة المصرية في تونس، من أجل الوقوف على كل التفاصيل والاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي قبل هذه المباراة إن شاء الله اللي هتجرى أو هتقام يوم 29 من الشهر الجاري، والاتفاق على كل التفاصيل والترتيبات الخاصة بهذه الرحلة. قرعة دوري المجموعات وضعت النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية اللي بتضم النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم من زيمبابوي. الأهلي حريص، الجهاز الفني ونجوم الفريق الأول في النادي الأهلي حريصين على متابعة والاهتمام بشؤون زملائهم المنضمين للمنتخبات الوطنية سواء منتخبنا الوطني الأول أو المنتخب الأولمبي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر تحت 23 سنة، وأيضا استعدادات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للمباريات القادمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. كان في اهتمام بتحفيز اللاعبين لاعبي المنتخب الاولمبي تحديدا قبل المواجهه المهمه والمرتقبه غدا الجوله الثانيه امام منتخب غانا في طبعا البطوله الافريقيه المقامه في مصر تحت 23 سنه. اجرى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اتصال هاتفي بالفريق الاول في وطبعا بعدد من نجومنا ولاعبينا لاعبي ونجوم النادي الاهلي الثلاثي المنضم الى المنتخب الاولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي والمتواجدين مع معسكر منتخبنا الوطني الاولمبي لتحفيزهم وتشجيعهم قبل المواجهة المهمة جدا بعد الفوز في الجولة الأولى ومباراة الافتتاح أمام منتخب مالي. الجولة الثانية مهمة جدا وممكن إن شاء الله في حالة ما كنا موفقين والفوز بهذه المباراة أمام منتخب غانا وهو بالتأكيد منافس قوي جدا في هذه المرحلة العمرية وفي مسابقات الناشئين والشباب، لكن منتخبنا قادر بإذن الله والجهاز الفني قادر للمباراة بين الجماهير المصرية وعلى الملاعب المصرية وعلى أرض مصر إن شاء الله تكون مباراة الحسم، ومن خلالها لو وفقنا بإذن الله في الفوز على منتخب غانا ده بيدينا طبعا الأفضلية وبيسهل مهمة الوصول والتأهل للأولمبياد. هذه المباراة المرتقبة تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والبطولة بتستمر حتى 22 من الشهر الجاري. منتخبنا الأولمبي مرة ثانية بنقول لحضراتكم كان طبعا وفق في الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف في المباراة الأولى، والترقب طبعا وتبقى المباراة الثانية مباراة بالغة الأهمية في هذه المجموعة أمام المنتخب الغاني. ايضا في اهتمام من المسؤولين عن الرياضه المصريه وكره القدم بشكل عام سواء في وزاره الشباب والرياضه او في الاتحاد المصري لكره القدم بدعم المنتخب الاولمبي وتشجيعه وزياره معسكر الفريق وتدريباته واستعداداته. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعمر الجنايني رئيس اتحاد الكوره واحمد عبد الله عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب الاولمبي واحمد الشيخ رئيس الاداره المركزيه في وزاره الشباب. قدامنا صور من هذا اللقاء اللي تم مع بعثه منتخبنا الاولمبي والحديث عن اهميه هذه البطوله واهميه ان شاء الله التركيز على الفوز فيها في جميع المباريات والمنافسات والتأهل لأولمبياد طوكيو بإذن الله.
كان في طبعا اهتمام من الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة على مؤازرة اللاعبين ودعمهم معنويا، والتأكيد على اهتمام الدولة بجهود اللاعبين وتركيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء، طبعا بالإضافة إلى شغل الجهاز الفني اللي هيكون مؤثر جدا في اللقاءات القادمة إن شاء الله إذا ما وفق في اختيار طريقة اللعب المناسبة لكل مباراة، واللي بتجعل عندنا إن شاء الله الأفضلية في حالة التوفيق على الفرق وطرق اللعب المختلفة اللي بنواجهها مع المنافسين مع منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة. الشد من أزر اللاعبين كان هو الهدف من هذا اللقاء، والتركيز على الفوز إن شاء الله ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد والفوز في هذا اللقاء في الجولة الثانية أمام منتخب غانا. وأيضا بإذن الله تبقى المباريات كلها مهمة، وخلينا نتكلم عن المباريات كل مباراة بشكل منفصل، ونركز خطوة خطوة على اللقاءات اللي هتوصلنا بإذن الله في حالة التركيز وتحقيق الأداء والأداء بالشكل المطلوب والمتوقع إن شاء الله، وانعكاسه على النتائج بشكل إيجابي والفوز في المباريات مما يمكن أن يؤهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. أثنى الوزير على أداء اللاعبين والجهد المبذول وشغل الجهاز الفني وجهوده من أجل تقديم أفضل أداء وأفضل نتائج، والتركيز طلبهم بالتركيز على مباراة غانا القادمة. وتحدث ناصر ماهر نيابة عن اللاعبين أن الجميع داخل المعسكر مركزين على هدف واحد فقط ولا بديل لديهم إلا أو عن الفوز والتأهل للأولمبياد، وأنه اللاعبين في أفضل حالاتهم النفسية وفي مستوى عالي جدا من التركيز وفي حالة معنوية إيجابية جدا، وأنهم كلهم تعاهدوا مع بعض مجموعة اللاعبين طبعا بعيدا عن كمان كل المحاضرات وكل التوجيهات الخاصة بالجهاز الفني وكل المطالبات من الجماهير المصرية بشكل عام ومن المسؤولين عن الرياضة بشكل خاص بتحقيق النتائج المتوقعة والمرضية والإيجابية بإذن الله، أن اللاعبين على مستوى مجموعة اللاعبين فقط هم تعاهدوا على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وبذل أقصى جهد في هذه المباراة. كان يوم الجمعة الماضي الفوز المباراة انتهت بفوز منتخبنا على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد في المواجهة اللي جاءت في افتتاح البطولة في أمم أفريقيا أو افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة على أرض مصر، بينما تعادل منتخب الكاميرون وغانا 1-1، وهذه النتائج وضعت منتخب مصر في صدارة المجموعة، ثم جاء في المركز الثاني بالتساوي منتخب غانا والكاميرون، وفي المركز الرابع بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري منتخب مالي في المركز الرابع والأخير. الفوز على غانا زي ما قلنا لحضراتكم بيعطي أو بيمنح منتخبنا دفعة وفرصة ثمينة للتأهل رسميا دون انتظار مباريات الفرق الأخرى أو انتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون والمقرر لها إن شاء الله الخميس المقبل. بيتكلم عن هذه البطولة أيضا وعن أداء منتخبنا وعن الأهداف المطلوبة اللي بيطالب بها الجهاز الفني لاعبي الكابتن شوقي غريب المدير الفني، ويوجه نداءه للجماهير المصرية ويقول احضروا ومش هنغذلكم. كابتن شوقي غريب بيتعهد في حالة الحضور الجماهيري للمباريات بدءا من مباراة غانا القادمة، وأنه في لو كان في إن شاء الله التفاف جماهيري ضخم وكافي حول لاعبينا، أنه الجهاز الفني واللاعبين هيكونوا على مستوى هذه الثقة الجماهيرية وثقة الرأي العام الرياضي المصري في قدراتهم وإمكاناتهم، وأنه مش هيغذلوا الجميع أو الرأي العام والجماهير اللي هتأتي لمؤازرة وداعي في الملعب. بيقول لن يكون أدائنا محبط أو لن نخذل من سيحضر إلى المباريات والاستادات لمتابعة منتخبنا وتشجيعه، وسنكون أفضل من النتائج اللي قدمت عن طريق منتخبنا الأول في كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي لم تكن مرضية أو كانت بالفعل محبطة للرأي العام الرياضي وللجماهير المصرية. قال الكابتن شوقي غريب تحديدا أطالب الجماهير بالحضور مقدما لهم وعدا بعدم خذلانهم مثل ما حدث في بطولة أمم أفريقيا. طبعا كان في تحية خاصة جدا للنجم أيضا الكاميروني الشهير ريجوبرت سونج قائد المنتخب الكاميروني سابقا والمدير الفني حاليا للمنتخب الأولمبي في الكاميرون، تكلم عنه في نهاية هذا اللقاء الكابتن شوقي غريب ووجه التحية له بعد انتهاء أو في نهاية هذا المؤتمر الصحفي، وتمنى له التوفيق في مهمته كمدير فني لمنتخب الكاميروني الأولمبي. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفس السيناريو اللي حصل مع منتخبنا الاولمبي بيطمئن على نجوم منتخبنا المنضمين للمنتخب الوطني او نجوم النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الوطني الاول لكره القدم،
استعدادا للمواجهات القادمة مع كل من كينيا وجزر القمر، محدد لهم طبعا التواريخ 14 و18 من نوفمبر الحالي في تصفيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021. أجرى الكابتن سيد عبد الحفيظ اتصال باللاعبين لاطمئنان على حالتهم النفسية والذهنية والبدنية والفنية مع منتخبنا الوطني الأول، وتحفيزهم أيضا خلال التواجد في المعسكر ومطالبتهم بتقديم أفضل أداء ممكن مع منتخب بلدهم قبل هذه المباريات وخلال أدائهم في هذه المباريات. كمان في اهتمام بنجومنا، نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي الدوليين المنضمين لمنتخبات بلادهم من أجل الجولات القادمة أيضا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، النجم التونسي علي معلول وأيضا نجم أنجولا جيرالدو. في طبعا استعدادات للمنتخب التونسي لمواجهة ليبيا وغينيا الاستوائية في يومي 15 و19 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ويتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا اللي بيستعد لخوض المواجهتين مع جامبيا والجابون يومي 11 و17 من الشهر الجاري، وذلك أيضا في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021. بنفس درجة الاهتمام كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع نجومنا في منتخبنا الوطني الأول، وأجرى اتصال بالنجمين أيضا معلول وجيرالدو للاطمئنان على حالتهم الفنية ودفعهم أيضا وتحفيزهم للأداء بقوة مع منتخبات بلادهم، لأنهم بالتأكيد بيشار إليهم من الجانبين، الجانب الخاص بانتمائهم لبلدهم وأنهم كونهم من اللاعبين الدوليين في المنتخبين التونسي أو الأنجولي، وأيضا بيحسبوا على النادي الأهلي وأنهم من النجوم المحترفين في النادي الأهلي اللي بيتابع أبنائه ونجومه مع منتخبات بلادهم في كل المنافسات على مستوى القارة الأفريقية أو المنافسات العربية أو أي نجم بيشارك في أي بطولة وهو بيحمل اسم النادي الأهلي وأنه واحد من النجوم المحترفين في صفوف النادي الأهلي. غدا تطرح تذاكر مباريات مصر وكينيا. قرر المسؤولين في اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا المقرر لها إن شاء الله الخميس المقبل في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021. وطبعا التذاكر دي طبعا بتطرح بدءا من الغد، وأعلن عن طريق الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه سيتم طرح التذاكر في أو الخاصة بمباراة مصر وكينيا في نادي الجزيرة ونادي الصيد واستاد الإسكندرية. وبيؤدي المنتخب الوطني تدريباته صباح اليوم تحت قيادة الكابتن حسام البدري. بالتأكيد بنتمنى له كل التوفيق كابتن حسام المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والجهاز المعاون اللي بدأوا مهمتهم وحيبدأوا اللقاءات الرسمية من خلال المباراة القادمة إن شاء الله أمام منتخب كينيا. بنتمنى لهم كل التوفيق وأنها تكون انطلاقة جديدة للكرة المصرية وللمنتخب الوطني الأول بعد النتائج والأداء غير المقنع وغير المرضي خلال الفترة الماضية أو السابقة تحت أكثر من قيادة فنية أجنبية، كان منهم طبعا على سبيل المثال الحصر كوبر ثم أجاري، وزادت الانتقادات زي ما حضراتكم تابعتوا تحديدا في نهايات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة اللي أقيمت على أرض مصر رغم الجهد الكبير المبذول من الدولة والاستعدادات والحضور والالتفاف الجماهيري والإعلامي حول منتخبنا، وأيضا كل التسهيلات والإعداد للبطولة بشكل جيد والإنفاق وتجهيزات الملاعب اللي الكل أشاد بيها. الآراء كانت بتشيد بهذا التطوير في البنية التحتية والرياضية في مصر على المستويات المحلية والعربية والدولية، كان في إشادة من وسائل الإعلام ومن المسؤولين في الأوساط الكروية والرياضية عالميا خلال افتتاح هذه البطولة وخلال متابعة فعاليات البطولة، إلا أن أداء المنتخب فنيا لم يكن على المستوى المطلوب ولم يكن على قدر ما بذل من جهد. نتمنى الأمور تتغير للأفضل وأن تبقى فيه انطلاقة جديدة وشكل مختلف وروح مختلفة في ودفعة حقيقية في منتخبنا الوطني الأول تؤدي إلى تحرك إيجابي وأداء أفضل من الفترة اللي فاتت ينعكس على المنافسة والعودة للمنافسة بقوة على المستوى الأفريقي والمنافسات الدولية تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة كابتن البدري. أحمد فتحي بكل المقاييس حدوتة كروية مصرية أهلوية. أحمد فتحي بلا جدال واحد من أندر الحالات اللي قدرت تحافظ على مستواها لسنوات طويلة جدا من العطاء، وإن شاء الله يستمر بنفس القوة في هذه المرحلة لا ينظر إلى اعتبارات وعامل السن. أحمد فتحي بيحتفل بعيد ميلاده رقم 35، تهنئة من النادي الأهلي على الصفحة الرسمية، تهنئة من مجموعة كبيرة من أصدقائه وزملائه النجوم الحاليين والسابقين. خلونا نرجع بعد متابعة الفقرة التالية ونعود للحديث عن هذا النجم الكبير أحمد فتحي. أحمد فتحي هدف هو الأجمل، هدف هو الأحلى، هدف هو الأروع. الله الله الله، هدف عالمي والله، عالمي يا ولد يا ولد. أحمد فتحي مش ممكن يا جماعة، مش ممكن.
مشكلة بتواجه كل لاعب كرة في مصر أو في العالم، أنه في مرحلة معينة بعد سن 31 أو 32 بتبدأ الناس مع أي تأخر في مستوى اللاعب أو أي تراجع في مستواه أو اهتزاز في مستواه في مباراة أو أكتر أو إصابة لا قدر الله بتبعده ولو قليلا عن الملعب، يقولوا له كفاية عليك اعتزل، اللاعب ده كبر خلاص، اللاعب ده خلص ما عندوش حاجة جديدة يقدر يقدمها لفريقه أو لمنتخب بلده. ودي مشكلة طبعا واجهها النجم الكبير أحمد فتحي في الفترة اللي فاتت، بعض الناس انتقدته، بعض الناس قالت هل يستطيع العطاء، هل يستطيع أن ينافس اللاعبين الأصغر سنا، أحمد فتحي بدأ يبعد عن صفوف المنتخب، إلى آخر هذه الأمور. اللاعب دخل في تحدي مع نفسه، لم ينظر أو إلى أي اعتبارات خاصة بعامل العمر أو مرحلة العمرية اللي هو فيها، وهو أثبت للجميع قدراته، عد بقوة، أداؤه في أفضل حالاته مع النادي الأهلي، شفنا مستوى الأداء في مباراة السوبر في افتتاح هذا الموسم أمام فريق الزمالك وفوز النادي الأهلي بهذه البطولة افتتاحية هذا الموسم، وشكل الأداء الرائع تحت قيادة فايلر وجهازه المعاون. الكل أشاد بأحمد فتحي، مش بس الخبرة في الملعب أو عامل الخبرة وتأثيره، كمان الجانب البدني والجانب الخاص بدوره كقائد في الملعب، توجيه زمايله، الروح القتالية اللي هو مميز بيها، الجانب الفني كان أداؤه أكتر من رائع دفاعيا وهجوميا. أحمد فتحي بيفرض نفسه من جديد على صفوف منتخبنا الوطني الأول وعلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن حسام البدري، ويعود بقوة بعد استبعاده خلال فترات سابقة كان فيها جدل كبير جدا حول ابعاد احمد فتحي او ابتعاده عن المنتخب ولو لفتره، واذا كان في الحاله دي كان فعلا يستحق الانضمام ولا لا، لانه كارت مهم جدا وورقه مهمه جدا من الاوراق الرابحه سواء في النادي الاهلي او في منتخبنا الوطني الاول حتى يومنا هذا، وان شاء الله يكون لديه المزيد لتقديمه في الفتره الجايه. الكل بيجمع على ان هذا اللاعب من اللاعبين اللي بيمثلوا علامات مضيئه جدا في تاريخ الكره المصريه وفي النادي الاهلي، وحالات نادره جدا بتدل على ان العطاء والاجتهاد والتركيز بيتفوق على اعتبارات تقليديه وكلاسيكيه هي عامل السن، واذا كان السن ده هو الاقرب لاعتزال اللاعب وان اللاعب وصل لمرحله عمريه لازم يبتعد فيها ولا لا. احمد فتحي لم ينظر لهذه الاعتبارات وعاد بقوه ودخل في حسابات المنتخب وعاد لمنتخب مصر. كمان في احتفال اخر مش بس من النادي الاهلي، من منتخبنا الوطني الاول والجهاز الفني بعيد ميلاد نجمنا النجم الكبير احمد فتحي. في طبعا معسكر منتخبنا الوطني الاول اللي بيستعد للمباريات القادمه ولمباراه كينيا زي ما قلنا لحضراتكم المرتقبه يوم الخميس المقبل، ومن جهته طبعا في عدد من اللاعبين كانوا مهتمين جدا بانهم يوجهوا التهنئه لاحمد فتحي في مناسبه عيد ميلاده. دي قدامنا بعض الصور واللقطات من معسكر منتخبنا الوطني مع الكابتن حسام البدري والجهاز الفني ونجوم منتخبنا الوطني وبينهم نجمنا الكبير الكابتن احمد فتحي والاحتفال بعيد ميلاده رقم 35. هو من رموز الاستمراريه في الملعب والاجتهاد والروح القتاليه، انه هارد وركر، لاعب مجتهد، لاعب مقاتل، لاعب بيدي كرة القدم وعمله كلاعب محترف كل الجهد الممكن وكل طاقته، وده بينعكس على قدرته على الاستمرار في الملعب والعودة والمنافسة في عملية الاختيارات للعناصر الدولية والدخول بقوة في حسابات منتخبنا الوطني والعودة لمنتخب مصر من جديد. إن شاء الله يبقى عامل مؤثر جدا في منتخبنا الوطني في الفترة الجاية. على مستوى النادي الأهلي طبعا كان في احتفاء بعيد ميلاد النجم الكبير أحمد فتحي في الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك. علق النادي الأهلي في صفحته الرسمية على صورة الجوكر أحمد فتحي كما يطلق عليه من الجميع لإجادته في الأداء بنفس الدرجة في أكثر من مركز، الهاف ديفندر، الباك رايت، الظهير الأيمن، لاعب الوسط، المدافع، المساك، الأدوار الهجومية اللي بيقوم بيها أحمد فتحي بيمثل يعني حلول كتيرة لأي جهاز فني ولأي مدير فني بيتعامل معاه. قال النادي الأهلي نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر أحمد فتحي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. أحمد فتحي في طبعا البيوغرافي بتاعته أو سيرته الذاتية ولد في 10 نوفمبر في مدينة بنها عام 84، كما تلقبه الجماهير أو لقبه المفضل هو الجوكر لأن ده اللقب المحبب له ولجماهيره. بدأ مشواره الكروي من خلال فرق الناشئين في نادي بنها الرياضي، وبدايته الحقيقية تعد من عام 2000 أو ابتداء من عام 2000 بعد انضمامه للنادي الإسماعيلي، واستمر في صفوف الإسماعيلي حوالي 7 سنين قبل ما يحترف في صفوف شيفيلد يونايتد في إنجلترا ليعود إلى مصر عبر بوابة النادي الأهلي ويصبح من أهم وأبرز نجوم النادي الأهلي. وانضم فتحي للمنتخب الوطني الأول، كان من أصغر اللاعبين اللي بدأوا يلعبوا في منتخبنا الوطني الأول، كان عمره 19 عام فقط، وشارك مع المنتخب المصري للشباب في كأس العالم للشباب عام 2003 في الإمارات، وساهم في صعود المنتخب الوطني إلى دور 16، وكان في حرص من عدد كبير جدا من نجوم النادي الأهلي الحاليين والسابقين على تهنئة أحمد فتحي لاعب المارد الأحمر بعيد ميلاده رقم 35. وزي ما بنتمنى زي ما قلنا لحضراتكم انه يعني بيمثل حاله نادره جدا، ونتمنى انه يستمر في الملاعب مع المنتخب ومع النادي الاهلي بنفس الاجاده وبنفس القوه. كان في عدد من نجومنا وجهوا طبعا التهنئه لاحمد فتحي، علي معلول، حسين الشحات، احمد الشيخ،
رامي ربيعه، صالح جمعه، مؤمن زكريا، حمدي فتحي، وعمرو السوليه، ومحمد ناجي جده ايضا لاعب القلعه الحمراء السابق، محمد حمدي زكي، احمد عادل، عبد المنعم، كانوا مهتمين بنشر صور لهم مع النجم احمد فتحي اللي بنتمنى له كل التوفيق وانه يتالق مع منتخبنا الوطني من جديد في المباريات الرسميه القادمه ان شاء الله. بهذا الخبر وهذه التهنئه لنجمنا احمد فتحي بنصل الى ختام فقرتنا الاولى او فقره الاخبار ومتابعتنا لاخبار الكره بشكل عام في مصر وبشكل خاص جدا اخبار فريقنا الاول لكره القدم في النادي الاهلي واستعداداته محليا وافريقيا للمرحله القادمه. خلونا نعود بعد الفاصل لاستقبال ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتون. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي بدايه هذا الحوار نرحب بضيفنا الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا بيك استاذ محمد وكل مشاهدي قناه الاهلي المحترمين. يا رب في يوم ميلاد من قال عنه العالم تمم مكارم الاخلاق رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يا رب من أرض مصر سلام لكل الدنيا يا رب. كل سنة وحضرتك. ونحن ندعو أيضا ونتوسل للسماء وشفعنا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أن يعود محبوب الخطيب لجماهيره وبلده وأهله سالم غانم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتم شفاؤه على الكابتن الخطيب ويعود إلى أرض الوطن بسلامة الله ويزاول مهام عمله بمنتهى النشاط والقوة في الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب مرة ثانية. ألف خير وسلام. هبدأ مع حضرتك قبل الملفات كتير جدا اتعودنا نناقشها ونفتح هذه الملفات الرياضية والكروية والأهلوية مع حضرتك، لكن هبدأ من حيث انتهت فقرة الأخبار. عيد ميلاد أحمد فتحي، عودة أحمد فتحي بقوة ليفرض نفسه على جهاز المنتخب ويعود هذا النجم الكبير للمنتخب وهو في عمر 35. شايف أحمد فتحي بيلعب تحت 35، يعني كأنه لسه في قطاعات شباب بس سميها تحت 35. لعيب محتفظ برصيد خبراته المتعاظمة مع لياقة بدنية مع حياة محترفة 100%. آخر مرة يعني رأى الجمهور العظيم أحمد فتحي هيلاقيه إما ذاهبا إلى المران أو في أجازة صيفية عائلية وكذا حياة احترافية، وبالتالي كل 350 سنة وهو طيب. فأراضي الكرة المصرية والقارية والعالمية لا تجود كثيرا بهذا النموذج المحترم المحترف. بتشوف حضرتك انه النشأ والشباب المفروض يشوفوا اللاعبين اللي من نوعيه النجم احمد فتحي ان ده النموذج اللي ممكن يقتدوا بيه اذا عايزين يعيشوا حياه احترافيه ناجحه في الرياضه؟ عندهم حل تاني، وبقول لهم كمان سبحان الله يعني سماهم على وجوههم، يبصوا لوش احمد فتحي ده مش وجه يعني بتاع حد تخطى الثلاثين، لا هو منهك. ليه؟ لانه الحاجات ما بتخشش على بعضها، يعني وقت خارج العمل اللي هو الاحتراف ملوش دعوه بوقت الاحتراف، وبالتالي حياه منظمه يدفع فيها ثمن هام جدا لنجم الكره ان يحتاط لحياته بصندوق حفظ ما لديك من مؤثرات بايدك انت، لياقتك، اخلاقك قبل لياقتك كمان، احترافيتك العاليه جدا، ومن ثم تستطيع ان تعيش فترات اخرى في فاكك بقى، يعني تاخد اجازات زي ما انت عايز وتدلع الاولاد زي ما انت عايز، لكن انت كمان بتقدم حتى لبيتك لاسرتك الصغيره مدلول الخيرات في الاحتراف والحاجات ان صح يعني التعريف ده. ليه؟ علشان الكل يعي تماما انه عليه واجبات يجب أداء قبل الاجازه. هنا حضرتك عايز تقول للناس انه احمد فتحي نموذج لتطبيق انه اللاعب اللي بيعرف يعيش حياه احترافيه حقيقيه في الرياضه او في الكوره او في الرياضه بشكل عام، ده بيطول عمر الرياضي في الملعب. لان احنا ليه بنديله تعظيم سلام؟ لانه في الوقت اللي في سنه منذ كان مراهقا ثم فتى وهكذا كان يمنع نفسه عن ما يمارسه اقرانه، وبالتالي هذه هي النجوميه الاحترافيه، بمعنى انه لو نظر اللاعب اللي اعطاه ربنا موهبه كبيره
واعطاه كمان ربما مكانه لانه بيلعب في نادي كبير الاهلي وكل الكبار حول العالم هيعرف كويس قوي ان 5 7 او 30 40 سنه ما هياش نهايه المطاف في ان تعيش حياه بقى فيها فسح ولهو وكذا، اللي هو حقك الطبيعي ما لم تكن بتعمل بوظيفه تحتاج مكارم الاخلاق والاحتراف في نفس الوقت. خصوصا استاذ عصام حضرتك تعلم جيدا او كنا دايما نسمع ان في عرف في الرياضه نقول اللاعب ده هيستهلك بدري، لاعب حالات كتير زي احمد فتحي بدات مع الفيرست تيم في انديتها ومع المنتخبات في العمر ده، يعني بدا مع الاسماعيلي في الدوري الممتاز المصري 17 سنه تحت بدا 17. وهو يعني 17 سنه شفناه في الدوري مع الكبار عشان قلنا تحت 19 سنه بالظبط 19 سنه مع المنتخب الاول واقل من 19 كمان طبعًا. كان بيلعب طبعًا. فقلنا كان الناس تقول اللعيب ده هيبطل بدري هيستهلك بدري، لان في حالات مشابهه استهلكت بدري وبطلت كره 28 سنه. هقول لحضرتك ليه، لانهم خلطوا الحاجتين بقى. هو عاش شبابه مع حياة العمل وده ما يتنفقش مع بعضه، لأن كده بقى الجهد ضد الصحة مش مع الصحة. أحمد فتحي فعل ما هو نموذجي في كتاب الاحتراف اللي حضرتك بتتكلم عنهم، اللي هو بعد ما يخلص يوم الاحتراف عايز يقضي يوم الشبان، اللي هو يسهر قدام التلفزيون واللب مش هقول لك أي حاجة، وده برضو مش طبيعي ولا ينفع. تخيل بقى التلفزيون واللب ما ينفعوش اساسا، فما بالك اذا كان فيها مشاوير وسفر وسهر وكذا بمقاييس اخرى، يعني حتى لو لم تكن ماجنه وعابثه يعني، لكن في النهايه اوفر استهلاك بمعنى ادق انت تفعل ما هو ضد يعني بوصله جسمك. وعشان كده عند ال 27 بيبان عليك ال 30، عند ال 30 بيبان عليك 43، مش عارف ليه مش 45 بس 43 على الاقل يعني. طيب هو رقم محدد قوي بس كويس الفكره وصلت. عموما مره تانية كل سنه وانت طيب. النجم الكبير احمد فتحي، واعتقد انه زي ما قال الاستاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي الكبير، انه مثال يعني يحتذى به لكل رياضي، مش بس لاعب كوره، لكل رياضي عايز يعيش حياه احترافيه حقيقيه وعايز يفضل بنفس درجه العطاء والنجاح حتى اخر يوم في عمره كرياضي محترف، اخر يوم في عمره كلاعب ممارس للعبه داخل الملعب، بعد كده بيتجه لاي اتجاه يريده سواء اداري او فني، الاختيارات بتكون امامه، لكن هو نموذج للاداء واطول فتره عطاء ممكنه في الملعب. كل سنه وانت طيب نجمنا الكبير احمد فتحي. حنان أستاذ عصام شلتوت، يعود النادي الأهلي بقوة للدفع للأمام في ملف الاستاد، استاد النادي الأهلي والاستاد العالمي ومشروع النادي الأهلي الرياضي الكبير، والحديث بإفاد الدكتور والمهندس محمد سراج الدين لمؤتمر ويمبلي بمشروع استاد الأهلي وميزانية مبدئية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه مصري، وهو الرقم الأكبر حتى الآن في تاريخ المؤسسات الرياضية المصرية. حضرتك شايف إزاي القضية دي واهتمام النادي الأهلي بيها؟ 2 مليار دي ميزانية النادي الأهلي، يعني مش ما يحتاجه بناء استاد الأهلي، عشان بس هو هنا اللي كان موضوع أمامي إن هذا هو التصور للاستاد الأهلي، ده اللي وضعه زملائي في الإعداد. طبعا صح، يمكن نفس الرقم برضو هيكون يعني هو المرتبط تكلفة الاستاد، لكن في نفس الوقت الأهلي سيناقش ميزانية مع الجمعية العمومية أعتقد إنها يمكن بتعدي الـ 2 مليار يعني، وهذا يثبت أنها المؤسسة الأكبر والأهم حتى على مستوى ما يسمى بالقيم المادية يعني. طبعا مشروع الاستاد، بس عشان الجمهور ملتبس عليه الأمر، اسم النادي الأهلي ضمانة بناء استاد. لا، وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك، هو هنا فعلا تقسيم الخبر بيقول كده، أنه ممكن يفهم بهذه الطريقة وممكن نفصل بينهم تمام. مناقشة الميزانية اللي تخطت 2 مليار جنيه وهو الرقم الأكبر في تاريخ المؤسسات، ممكن يكون ده جزء تاني، بس يعني ما كانش واضح الفصل بينه وبين الجزء الأول الخاص بالاستاد. بالزبط. كلام حضرتك دقيق جدا، أن هذا الرقم يشير إلى ميزانية النادي الأهلي. بالزبط. كلام صحيح. وبالتالي زي ما بقول لك في العرف التجاري، يعني لا يمكن الحديث عنها باعتبارك محب وعاشق والأهلي بالنسبة لك ملهم، هو طبعا كل الحاجات دي، لكن ده في شأن المحبة، أنا بتكلم عن الشأن الاحترافي. في كل العالم قد يستقطب يعني رجل أعمال مجموعة طالما الارتباط ده باسم وعلامة تجارية، قد يستطيع أنه يسحب عليها ما يسمى بشراكات، قروض، بي أو تي، سميها زي ما تسميها في الأحوال الاقتصادية، يسحب عليها وحدها اللي هي السمعة.
ما يمكن أن يسد رمق مشروعات كثيرة جدا. وبالتالي ما يبحث عنه الآن الأهلي هو فكرة التمويل بضمانة هذه المؤسسة وبضمانة مشروع كل أوراقه كما علمت وكلنا تابعنا منذ بدء حملة الكابتن محمود الخطيب ومجلسه أنه معد كل شيء. يعني التصور حتى الرقم النسبي وقتها لأنه بيتحسب بكلفة الاستادات عشان الجمهور يبقى معانا بالكرسي، يعني عايز 20,000 فبيحسبوا الكرسي بجنيه بقى 20,000 جنيه، 50,000 يبقى 50، يعني بيحسب بالكرسي مقسم زي مثلا برج وبيتحسب بالشقة يعني. وبالتالي الأهلي سيبحث في سوق عكاظ التسويقية دي اللي هي فكرة معرض ويمبلي، بيبحث عن شركاء أو مستثمرون، واعتقد ان ثمت مفاجآت في الطريق يعني، لانه عارف اما يقول لك ده الناس متكلمين عليها يعني المشروع ده ناس متكلم عليه مستثمرين كثر، وكلنا فاكرين شركاء الاستثمار في اول مره، وهي ايضا كمان كان هيبقى استثمار عربي على فكره. استثمار الرياضه ومشروع استاد النادي الاهلي سيكون هو الأهم ضمن حزمة استثمارات عربية، خلينا نتكلم في الاقتصاد يعني في دقيقة، ضمن حزمة استثمارات عربية كثيرة داخلة على المحروسة العظيمة دي. الأكثر أمن ده برضو في الفايل، يعني زي ما بنقول عن النادي الأهلي ويسوق علامته التجارية واسمه وكذا، مصر أيضا في سوق الاقتصاد الآن على الأقل شرق أوسطيا وعربيا هي الأقوى، هي الأهم، هي الأكثر أمنا، ضمانات الاستثمار في المثلث كلها موجودة. وبالتالي ده واحد من مشروعات كثيرة جدا هتشهدها مناطق عديدة في مصر إن شاء الله. طيب إيه الحاجات أو العوامل اللي حضرتك بتتمنى تبقى موجودة سواء عند الأندية، عند المؤسسات الرياضية في مصر، عند أجهزة الدولة نفسها ورؤيتها للفترة الجاية عشان تبقى محفزات اقتصادية لجذب استثمارات عربية أو أجنبية ضخمة لمشروع مهم زي مشروع استاد الأهلي؟ أظن أن الدولة قدمت يعني قرابة 90% من الهوم وورك أو من العمل المطلوب من أجهزة الدولة، دفعت بكل ما يمكن أن يكون جاهز للاستخدام على أرض الرياضة والاستثمار فيها. ينقصنا بس حتت كده ايه ضبابيه، مش هقول يعني زي إيه يعني غامضه في قوانين الاستثمار الرياضي، زي يبقى زي الاستثمار العام يعني تسهيلات وكذا، الناس تقف على شباك واحد برضو زي ما ده هوا مصر في الاقتصاد العام، وبالتالي ما يبقاش في جزء الاستثمار الرياضي في حتت تروح لك لا اصل خلي بالك ده مال عام، بينما نادي الجندي وشلتوت ده مال خاص. لا، لازم نرفع من الكتاب كل العوائق ونخلي الصفحات كلها موحدة. هذا ما يحتاجه المستثمر، هذا ما يحتاجه الشريك، خاصة إذا لم يكن مصري، لأنه طبعا أرض مصر طول الوقت عليها ممارسات استثمارية فيها شراكات أجنبية وأخرى أكثر دفء، ما نقدرش نقول أجنبية، لها شراكات عربية يعني في محيطنا العربي، وأعتقد أن القارة الأفريقية كمان هيبقى ده نموذج يحتذى بالنسبة لها، لأنه دي طفرة جديدة في أموال تضخ في الاستثمار الرياضي. أهم حاجة فيه يبقى الملعب، الملعب اللي بيتعمل جواه كل الحاجات اللي بتكسب فلوس، الملعب اللي بيخليك تحدد مبارياتك مسبقا، الملعب اللي جسمه بيبقى مول زي كل ملاعب العالم، الملعب اللي بيضم المتحف الكبير للنادي وزوار طول الوقت وطول العام، الملعب اللي تقدر تعد تذاكرك عشان تعرف لما تشتري عقد الجندي بجنيه تعرف انه فيه 10 تذاكر زياده اتباعه، وتعرف ان البث هتناقش مع القنوات اللي عايزه ازاي تضيف قرشين كده زياده، الملعب اللي اعلاناته كلها ليك بالكامل، الملعب اللي ممكن يبقى فيه منطقه مثلا زي اللي بيسموها بتاعت الاولاد الصغيره دي للعب انيميشن للولاد، لا ليها اسم كده افتكره دلوقتي بالاجنبي، في اجنبيا الحاجات دي اول حد دايما بيجيبها الاهلي. وبالتالي هيبقى عندك كمان في هذا الاستاد جزء منه اللي هو فكره محلات، منطقه اغذيه ومطاعم، براندات، لان انت براند. ما هم بيسالوني دلوقتي يا استاذ عصام قصده ايه زمايلي، ممكن حضرتك قصدك الريكريشن اريا، كيدز اريا، فود كورت. كيدز اريا، شكرا، والفود كورت. انا بس بقول استاذ صلاح جاهين حاتم بس بيتابع يعني، كان مهتم يعني عنده فضول، قال لي استاذ عصام كان قصده هذا العالمي كان دايما لما يكلموه نجوم السينما زمان عن بره فيقول لهم في اجنبيا قصده بره يعني، ويرجع تاني يقول لهم ايه كل الحاجات دي في مصر يا اساتذه من زمان، بس عاوزه بقى زي ما قلت لك. وفرصتنا ان الدوله المصريه دخلت على الفيلد ده في عنوان
الجنة الجديد مصر الجديدة 2013 دخلت وضخت وأعطت الكثير لمن يعملوا في الرياضة عشان يستثمروه. تبقى نقطة واحدة، حضرتك متفق ولا مختلف مع الآراء اللي بتقول الاستثمار يبحث دائما عن عميل لشراء التذكرة ولدفع المال طبعا. الحضور الجماهيري وانتظام المسابقات وانه ترجع الامور ان الجمهور بيحضر كل الايفنتس الرياضية او الاحداث الرياضية المهمة في مصر كروية او غير كروية بشكل دائم ومنتظم وضخم حتى يشجع الاستثمار على ضخ جميل الاموال جدا في مصر. جميل رأيك جدا في الكلام ده كلام مهم، لكن ما تربطوش باللي بيطلعوا يقولوا لنا الامن قال مش هنلعب. الامن بيقول مش هنلعب لانه العملية تايهة، عارف ايه، بتقدد مجهول مشاع استاد القاهرة بتاع القاهرة بتاع مصر، لكن مين صاحبه؟ مفيش. مين يقدر يقول ان جيلة ينفع ولا ما ينفعش؟ مفيش. بناخد بيانات والعاملين عليها في كل مناحي الحياة ناس رائعة، لكن تخيل بقى لما يبقى ملعبك هتلاقي حالة تانية خالص. هتدرب بقى شركات امن وهتحفزها وهتلاقيهم كل يوم ننشر صور وهم رايحين مباراه ليفربول والسيتي ورايحين ماتش نهائي اوروبا ورايحين عشان يشوفوا ازاي الدخول والخروج. مش حاجه اسمها البوابات اختراع فاشل ولما تبوظ مش هنصلحها، لانه في سيستم ما بيسمحش بان حاجه تتعطل. مفيش حاجه في المخزن عشان لو طلعت الاستاذ حسن ممكن يروح في مشكله لانها استهلكت. كل هذه المعدلات هي احترافيه بحته. اعطني ملعبا اعطيك استثمار، اعتبر ده كلام صديق على مسؤوليتك. تعليقك على الكلام ده، واحد صديق لينا مهندس مصري كان موجود في انجلترا عنده يوم فاضي وسط جدول الاعمال اللي هو مرتبط بيه يعني، لقى نفسه نفسه يدخل مباراه. راح ملعب الارسنال، كان في ماتش للارسنال مع فريق ضعيف، مش ماتش جماهيري حاسم او يحدد بطوله او في ادوار نهائيه. حتى الارسنال ساعتها قال لي كسب 4 أو 5 مش فاكر مين الفريق، قال لي قررت قبل الماتش بساعه. رحت على الاستاد، الدخول ما خدش 10 دقايق، طلعت اشتريت تذكره، قال له الوقت الاخير ده بتبقى التذاكر اللي باقيه ليميتد شويه، قال لي خدت تذكره الريت بتاعها اعلى اغلى شويه. قال لي اللي لفت نظري الاستاد قبل الماتش على طول، ناس قاعده بتتعشى، قال لي ناس لابسه فورمال بدل طبعًا. مطاعم شيك جدا طبعًا. بره ناس بتحرك باولادها، اماكن للاطفال، الخروج والدخول قبل وبعد المباراه ما خدش 10 دقايق. قال لي ربع ساعه بعد المباراه الاستاد فاضي. ربع ساعه قبل المباراه بتدخل وتشتري تذكره. هل احنا نقدر نوصل للليفل ده لان ده جزء من نجاح الاستثمار الرياضي في مصر؟ مين يقول ما نقدرش؟ هات لي حد يقول ما نقدرش، لكن ما نقدرش نرمم. يعني ايه؟ او كيف نصل نحقق؟ انا بقول لحضرتك هو ما نقدرش نرمم بمعنى ايه؟ ما لدينا من ثروه ها زي استاد اسكندريه، زي استاد القاهره، استاد اسكندريه لمن لا يعرف اسمه استاد البلديه، هو انشئ يعني في عشرينات القرن الماضي، وبالتالي تستطيع ان ترمم، لكن هتقدر تبيد الكتله العمرانيه اللي حواليه؟ هتقدر تعمل انفاق عشان توصل له مواصلات زي مترو الانفاق وكذا؟ مش هتقدر تعمل ده. اذا يبقى ملعب يليق بمباريات من النوع الكلاسيكي ده، لكن حين تقرر الاستثمار هتختار مكان ينشا حواليه مجتمع، لانه بقى في استاد النادي الاهلي واستاد كذا وماذا لو انتشرت الشغلانه، وهذا واجب وفرض عين عشان الناس تكسب، مش عشان يجيبوا لنا كسوه الشتاء والصيف، لا خالص، هو مش بيدرها كده، زي ما حاصل في الحوار اللي لسه لم يظهر تفاصيله، لانه في النادي الاهلي اعتادوا ما يعلنوش الا لما يبقى الموضوع على الارض حقيقة. لكنه هو الان معد انه يبقى على الارض، وبالتالي اول ما تبدا ضربه البدايه هتعرف انه الملف كامل والارض موجوده بالنسق اللي بقول لحضرتك عليه، يصلح مع الامتداد العمراني، يصلح مع ان ما تاثرش على المرور، يصلح ويصلح ويصلح. قول للصبح. لا انا على يقين يا استاذ عصام ان ده هيحصل ان شاء الله في مشروع النادي الاهلي، لان النادي مهتم انه يبقى مشروع على طراز وعلى مواصفات عالميه، ولانه بيبدا من حيث انتهى الاخرون وبيشوف تجارب مهمه زي ويمبلي. انا خدت القضيه من الخاص للعام من استاد النادي الاهلي لتحقيق ده على مستوى الاستادات في مصر بشكل عام. ما هو ما ينفعش حد تاني دخول وخروج الملاعب متعه، ما هو ده وسهل. ما هو ده اللي ممكن مع التجديدات اللي حاصله، وهي ايضا شركه وطنيه اللي متولاها شركه استادات، واخد بالك، لازم يبقى اللي بيدوروا عليه هو اللي انت بتقوله ده. اذا كان هناك ملعب يحتاج لطرق بديله زي برج العرب، استاد برج العرب عالمي، انا مش بقول ومش الارضيه، وسيبك من اللي بيطلع عشان يقول كلام حلو ما يفهمش الناس حاجه، لا ده اي ناس استاد عالمي، ده ويمبلي يا عم. ايوه، بس قول كمان انه في قادم الايام ومع خطط الدوله للطرق حوالين برج العرب
هيتعمل باقي المواصفات، مش هننشئ من جديد. يعني مش هم عاملينه هنا فخبر ده احنا عمل، لا خالص، المشروع متكامل. هو كان حد يعرف ان حته اسمها اكتوبر وشوارع ونواصي وحاجات كده؟ ما هو ده خطط وايه وقرار. بس حضرتك هنا بتقول الحلول عايزه تفكير اكتر في المناطق المكدسه بالمباني والسكان، لان في محيط استاد برج العرب الامور هندسيا والمساحه المتاحه هتسمح بده، لانه انشئ. عشان كده بقول لك عالمي بجد، انشئ وحواليه مساحه كافيه للتطوير. مش قادر اشكر اللي بيقول لنا عالمي، لان انا عارف انه عالمي، وان الباقي هو استكمال الميزانيات بتاعه الخرائط اللي هي تبع المحافظات والاحياء والحاجات دي. ليه طريقين من وراه ومش عارف طريق دائري رايح فين؟ وبالتالي ازلت الاسوار اللي قافلاه ومخلياه. انت عارف ان هو بنفس النسق العالمي من حيث عدد البوابات والانصراف والخروج اللي صديقك قال لك عليه، ما عدا انه لعدم استكمال، مش وقف طريق بقى مؤدي اليه، ان دي الخطط، دي الخطط لعدم الاستكمال ده. ها لا يجد فرصته في انك تشاور كده، ها في عين اللي يقول لك انه مش دولي بقى او مش عالمي، مش تشاور عشان توريه له. وبالتالي ده ما لدينا. اما الملاعب اللي موجوده في اماكن اخرى، لابد ان احنا بسرعه جدا نشوف لها مستثمرين، ها يدوروا الشغلانه دي زي ما قلت لك بقى، بكيدز اريا ومنطقه سينمات ومنطقه مطاعم، ملحقات تخلي الاستاد ده منطقه جاذبه للناس، ثم يتعمل استاد المنصوره في المنصوره الجديده، ثم يتعمل استاد كذا في كذا الجديده، لانه خلاص ده اللي جوه ده يجب ان يتم الاستفاده منه. زي كده الناس اللي جات لها ظروف تروح الكامب نو هتعرف اللي بقوله، ولو انه في مكان ها مسموح فيه باللعب حتى الآن، رغم أنه طبعا بيحضر في الملعب 90,000 و95,000 أحيانا، لكن أصلا التخطيط شامل محطات تحت الأرض وكذا. فإحنا هناخد ده هنعتبره فوق الأرض. أنا عايز أقول إيه في استاد كامب نو؟ أنه طول اليوم شغال متاحف ومطاعم وكذا، وتشتري سوفينير وهدايا وحاجات. أنت ممكن تاخد الملاعب دي تبقى موجودة مش مركز شباب، يعني للممارسة العامة، لفرق أقل شعبية وجماهيرية، لكن كل المساحات دي تستخدم في كل حاجة، ويجي مستثمرين زي ما هيدوروا ده يعملوا المنصورة الجديدة عشان يبقى استثمار رياضي حقيقي إن شاء الله. أستاذ عصام شلتوت، كيف ترى أو تتمنى وتتوقع وفقا للمؤشرات الفنية الخاصة بالفترة اللي فاتت وبداية هذا الموسم انطلاقة الأهلي في دور المجموعات أو دوري المجموعات، والمباراة القادمة إن شاء الله نهايات هذا الشهر أمام النجم الساحلي؟ أنا متوقعها من بدري، مع أول تدريب للسيد فايلر شفنا أنه رجل يعني آتي من بعيد يعتمد على الحداثة، لم يتحدث إلا عن الحداثة مع لاعبو النادي الأهلي، أنتم الأهم، أنتم الأشهر، أنتم الأكبر، وبالتالي لابد لكم من أحدث فيرجن، يعني من أحدث نسخة، لازم السوفت وير يبقى أحدث حاجة. حتى في مباراة أسوان، يعني أنا شخصيا لأن كنت بتكلم بالصيغة دي بعد ما اتفرجت عليه مرتين ثلاثة مع الشباب معانا في المؤسسة وكده وجماهير بتقابلني، هو أنصفني في مباراة أسوان لما بيكلموه، طبعا رصد احترافي 100% بقى، اللي هو جايب لك الطاقم الإداري جايب له درجة الحرارة هتبقى كام وهنسافر قد إيه ولاعبتنا ما بتلعبش بالظهر كتير، قال لهم احنا عندنا شغل، بس إيه بقى باحترافية بعد ما خد كل ده عشان برضو يذاكره ويشوف أني صفحة في الكتاب هيستخدمها عشان اللعب الساعة 3، عشان السفر والعودة سريعا، عشان ظروف المباراة، عشان يأكلوا إيه، عشان ما يشربوش إيه، مش هقول لك بقى يشربوا إيه. إذن لكل مقام مقال في الاحتراف، وبالتالي مع حداثة فقط ما يحتاجه الأهلي دائما هو التحديث، وده حاصل. أي حاجة بتحصل جديد تلاقيها الأهلي أتى بها فورا، ومن ثم بتدور العجلة سريعا، بمعنى أنه فريق الأهلي ضربات بقى الراجل من بدري حاطط عينه عليها، اللي هي فكرة أنه عندنا فريق من 30 اسم فيهم مثلا 17 اللي هم خمس نجوم، لا دلوقتي عاد الأهلي كما كان، بمعنى أنه بقى 30 اسم قريب الشبه من بعض، ما تقدرش تقول اللهم إلا خمسة، لا في 25 وفي خمسة طالعين لهم، بمعنى أصبح لديك نفس المنظومة التي يستحقها الأهلي العالمية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها. وبالتالي أصبح الآن يطبق حاجة واحدة بس، هو أن كل اللي بيلعب باك رايت يبقى هو باك رايت، يعني بمعنى أنت هتبدأ وأنا أبدأ بنلعب نفس المهمات ونفس الأداء، مفيش باك رايت لما يلعب ما بيعرفش يخش جوه والتاني ما بيعرفش يطلع بره. ثبت طريقة الفكر
ومصر عليها، بيأتي بمباريات ودية حسب رؤيته للتنفيذ، مش رؤيته للناس هتقول لاعب مين، لا هو عنده كتاب ماشي عليه، ومن ثم بينشئ قواعد احترافية. لأن أصبح بعد الصفقات الجديدة مع الأدوات اللي تقدر تنفذ. الله عليك. ومن ثم كمان جاله الوقت أنه يعمل ده، وإن كان طبعا لو استمرت البطولة كان الأهلي أكثر المستفيدين. هل هو أكثر المتضررين من توقفها بطولة الدوري؟ بالتأكيد، لكن من كل ضر ينتج عمل حين تكون محترف تماما. هتروح مدور في الإيجابية اللي في السلبية. ده بجد بقى، مش على سبيل يعني المسح. الإيجابية اللي في السلبية يعني إيه؟ يعني أنا أتصور إن الخواجة يقول لهم افرض إن أنتوا ظلمتوا في بلد رايحين تلعبوا وقالوا الماتش اتأجل. افرض ان المطره مطلت وتاجل يومين، مش عارفين نرجع، يقول لك افرض ان الطياره قبل ما تركبوها عطلت، هيلاقي حلول تحفيزيه ويستطيع هو فنيا ادراك ما لديه من رفع حوافز اخرى. وزي بالظبط لما يبقى الفريق في اعلى مستوياته زي اول ثلاث مباريات في الدوري، هم ست مباريات رائعه، لكن خلينا في الثلاثه بتوع الدوري. طب وانت ايش ضمنك انه كان ده مش ممكن يعرض اللعيبه انها ارتاحت بدري؟ واللاعب المصري ابن الضغط برضه، صحيح في الاهلي ليس كما الباقين يعني تقدر تفوق اللعيبه بسرعه، لكن لكل ما يمكن ان يكون سلبي جزء ايجابي. حين اتعرض يعني فريق لهزه ما، وده اللي كان بيحصل، لا يمكن ابدا في النادي الاهلي، وحضرتك عارف احنا بنقول يعني جمهور واسال اجيال سبقتنا بكتير، لا يمكن انه الجهاز الفني او اللاعبين يعودوا اصلا للاداره، ده من اساسه مش هيرجعوا لها كده كده، او بقى كمان الطامه الكبرى انه يتعلل برايه رفعت في جون ولا بنالتي ما اتحسبش. عارف الاجابه؟ طب ما فين الجون الثاني؟ طب ما فين الجون الثالث؟ طب وانا مالي بان في لاين مان بيرفع الرايه؟ كسروا الرايه بجوان، مش بكلام، مش باعتراض، تغلبوا حتى مش على الاخطاء اللي هو حصلت. هو ده الكلام، هذا هو الاول. الاول لابد ان هو لا يرى العيب في احد، حتى وان كان كمان هناك ما يمكن ان يكون مطبات صناعيه، لابد ان يجتازها. امال انت الاول ازاي؟ الاول لازم يبقى على طول حضرتك شايف جاهز. الاهلي وصل دلوقتي الحاله مجموعه اللاعبين اللي موجوده مع الاسماء المميزه اللي كانت موجوده قبل كده والصفقات الجديده مع مدير فني شخصيته ظهرت وشكل ادائه، خلاص عرفنا طريقه الاداء وشكل الاداء والتزامه الحداثه والتزامه او كمان اسلوبه الحداثه. نعم، حضرتك شايف ان احنا وصلنا لحاله تقترب من طموحاتنا خلاص، وهتوصلنا للتارجت اللي كنا مفتقدينه في السنين اللي فاتت؟ مؤكد. النتائج والاداء مؤكد، الاداء قبل النتائج، لانه الراجل ربطها لهم بحاجه، لا يمكن ابدا ان تفوز باداء مخيب للامال، قد تحدث مره او مرتين وهذا ما يسمى بالطفره. اما فكره الاستمراريه فهتعتمد على الاداء وليس طفره اليوم او الاجتهاد او كلنا رجاله النهارده، لا ده كلام مطلوب دائما مش مرات. وبالتالي اي اهلاوي بربع فهم للاحتراف ومن ثم هوايته هي الكره، لانه الاحتراف واحد في كل الاشياء، هيبقى مدرك تماما انه الاهلي ذاهب الى نقاط تديله امتياز مش جيد جدا. هطلع بره الحديث عن النادي الاهلي ونجومه الجداد ومين اللي لفت نظرك استاذ عصام من بدايه الموسم، انه من الصفقات اللي عملت اضافه مهمه جدا في مكانها في الملعب، بس هنرجع لده بعد قليل، لكن تستوقفني هنا نقطه الحديث عن انتظام المسابقه. حضرتك اكتر من لقاء السنه اللي فاتت وخلال الموسم الماضي قلت يا جماعه لا يصح الا صحيح، وعشان نحقق اهداف الدوله في تطوير الرياضه والكوره وكل شيء ونبقى على المؤشرات والمعدلات العالميه في الاداء وفي التقييم لابد ان تنتظم مسابقتنا. طبعا قضيه الدوري اللي ابتدى ثلاث اسابيع ووقفنا في الاسبوع الرابع، مسابقه اللي لم تنتظم ولم تكمل خمس اسابيع على بعض ولا اربع اسابيع، حضرتك شايف ده نتخطاه ازاي؟ ما هو نتخطاه بقى انه ايه اخر مره، يعني اخر مره نبهنا كتير لو حضرتك فاكر على فكره الحل البلدي يعني او قعده العرب، وقلنا انه دي قد تزيل احتقان ما، قد تفرج يعني حاله من القفش مره مرتين، لكن الثالثه ثابته يا صديقي، بمعنى لا يمكن ابدا التراجع هذه المره عن جدول يعلن وينتظم. وبعد كده للامن كلام اخر، مع ان انا الموضوع ده بالنسبه لي حله سهل جدا، حله سهل جدا حين يطمئن الامن للمنظمين لاصحاب المسابقه، وده اللي قافل حته رابطه الانديه المحترفه بالمناسبه، يعني سيطلق يدهم في اداره كره القدم، لكنك تذهب اليه
بكرة تلج متدحرجة، مش هقول كرة لهب يعني، بكرة تلج متدحرجة. ويعني ما أصله في حاجة كده حضرتك، طب يا محمد بيه أنت عايز تلعب ولا؟ أصل إحنا قلقانين يا محمد بيه، مش عايز تلعب ما تلعبش. على فكرة دي إجابة تخيلية بس ده اللي بيحصل، لكن مش كده ما تلعبش يا محمد بالمناسبة يعني، وعلى مسؤوليتي إن الأمن بيترك القرار بيسأل إيه اللي عايزه بس القائمين على بس إدارة اللعبة. بس صاحب الفرح يقول له عايز صوان ولا لأ؟ هيجيب فرقة مزيكاتي ولا لأ؟ في ضرب نار ولا مفيش؟ في زفة ولا مفيش؟ بمشاعل وسيوف بجد ولا شكلا؟ عشان يعرف هيأمن إيه؟ وعشان يعرف إيه المطلوب للتأمين؟ لكن أنت بتكلمني إحنا قلقانين أصله في حاجة في الشارع كده ناس زعلانة من بعض، إحنا خايفين بس نعمل فرح عشان يحصل مشكلة. يعني طب المشكله من اين؟ ما انا مش عارف اصله، اصل الحاج حسن زعلان من الحاج سعيد وممكن كده يعني ولادهم يحتكوا ببعض. يا عم عايز تعمل فرح؟ والله انا الان يا عم مش عايز تعمل فرح ما تعملش، واقعد في السطح انت والعيال وهاتوا حتتين جاتوه. هو ده المردود. حينما تتكلم عن احتراف تتكلم عن ضوابط حقيقيه، تتكلم عن التزامات كل واحد والتزامه، تتكلم عن المنسق الامني. يعني في منسق امني في في في, في اللجنه اللي بتدير الدوري؟ في منسق؟ لا مفيش منسق أمني. كانت الأول الحقيقة بحلوها ومرها بتمشي أن يذهب المسؤول، وكان اللواء ثروت سويل. وأنا قلت هنا في قناة الأهلي أنه بدايات ظهور اللواء حرب الدهشوري هذا الرجل يعني طاهر اليد عف اللسان زي كل البني آدمين الحقيقة، أو هكذا افترض في البني آدم، كان وجوده الأول برتبة المقدم مثلا على وزارة الداخلية. وكان أعتقد اللواء فراء أبو العز أو آخرين رحمة الله، وطبعا اللي هو الديب كان من الأعمدة الرئيسية، مندوب على القوات المسلحة ومندوب على وزارة التعليم لما كانت وزارة واحدة. أولا مش بس عشان حفظ الأمن، لأنه للأمن والمباريات متطلبات، فينقلها اللي هو حرب الدهشوري بجانب أنه بتاع كورة، وأيضا الآخر من القوات المسلحة بتاع رياضة وكورة، لكنه قد تحتاج بإمكانيات قواتنا المسلحة اللي دايما ليها كده إيه يعني كامل الشكر على واجبات بتعملها مع المجتمع. خلينا صراحة قد تحتاج مهالوجيستي منها، قد تحتاج ملاعبها جمتها. في أوقات برضو كانت الدنيا في الأندية ما فيش احتراف من أساسه، فكنا بنعتمد القوات المسلحة تبر بعض الحاجات يعني، فكان موجود. ولأنه في لعيبة مجندين أو على وش تجنيد. حضرتك هنا بتقول إن المؤسسات الأمنية في مصر سواء مؤسسة الجيش أو مؤسسة الشرطة تحتاج إلى أو ضروري يكون في ميدياتر، في وسيط محترف وشاطر قادر ينقل المعلومة وينسق بين القائمين على أمور الرياضة والكرة والمسؤولين. أنا جاي لك أهو. يبقى ده دوره. أنت دول كان في عهد اسمه الهواية الخالصة. تمام؟ تمام. مندوب التربية والتعليم ده موجود عشان التنسيق بين دوري المدارس ودوريات تحت السن وإقامة دول ودول، وعلشان كمان اللعيب اللي عنده تعليم واللي ما عندوش واللي كذا واللي ماذا في عصر الهواية. أنت الآن بعد ما بقى احتراف لابد أن يمثل هذا محترفا. المرات السابقة كنا بنجيب أهل الرياضة من المؤسستين الثلاثة دول ونخليهم معانا على الطاولة. المرة دي أنت هتجيب منسق أمني شغلته ودراساته وتريبيت تريبيت في القصة دي، وآخر على تواصل مع القوات المسلحة عشان فكرة المجندين والذين سيطلبون للتجنيد وهذا وذاك، والملاعب اللي القوات المسلحة تمتلكها. ما أنا هلنك معاه إزاي؟ أنا هروح الصبح واخد الباص ورايح لهم؟ ما هو لازم حد يتكلم الحد ده، يبقى دي شغلته المحترفة. واخد بالك؟ متفرغ للموضوع ده طبعا، في ومفيش حد غيره. حضرتك تقصد انا بكلمك عن نموذج مش عن فكره جات لي، ده نموذج في كل الاتحادات في العالم. يعني عايز استوضح نقطه كمان حضرتك، هل بتقول انه مش مفروض حد الا هذا المنسق الامني طبعًا يكون بهذه المهمه؟ طبعا. يعني حتى رئيس الاتحاد نفسه ما يبقاش ملوش دعوه، مش شغله. مش شغله. مش في رابطه انديه محترفه فيها منسق؟ وبعدين هذا المنسق الامني والمنسق الاعلامي كل فريق عنده منسق امني هو كمان. أما المنسق الأمني ده يكلم مدير الكرة، هيكلم المنسق الأمني الذي يذهب بدورة إلى مدير الكرة ليضع أمامه التصور بس. محدش بيشتغل شغلتين. طيب حضرتك بتقول كل فريق عنده المنسق الأمني طبعا، بس دي هتبقى وظيفة برضو مش متعارف على وجودها في قطاع الكرة عالميا يا أستاذ أصلا. إزاي يعني؟ موجودة. موجودة. بنسمع إن في الدور ده أو المهمة دي أو التايتل ده طبعا في أندية الدوريات الأوروبية طبعا طبعا. لو حضرتك على يقين تبقى المعلومة دي في شاب جميل
بيعمل في منظومه الكره بالنادي الاهلي. يبقى هنا بياكدوا لي زملائي، انا بيشتغل في برشلونه، بياكدوا لي كلام حضرتك فريق الاعداد بيقول ده فعلا موجود. انت خلطت بين النموذج اللي انا ضربته الاول كانوا رتب حقيقيه، لا ده كان الاول عشان هوايه، فدول بتوع رياضه في في القوات المسلحه والشرطه، فكانوا بيذهبوا طوعيه. الان بقى في ناس بياخد بكالوريوس في امن الكوره. ايوه ايوه تخصص. زي ما كده قلت لك مره عايزين نعمل مباحث للكوره عشان نعرف الفلوس بتروح فين. أيوة امن الرياضه والمنافسات طبعًا الرياضيه طبعًا وتامين الايفنتس، بياخد فيها شهادات عاليه قوي وخبرات وارصده وكذا. وبالتالي دي ادوار مفقوده، فتلاقي واحد فعلا بيقول لك ما يخلصها حسن. يا عم ازاي يا عم انت اصل عارف الدنيا بحالها يعني ايه برضه ما تفهمش وهكذا بقى مواضيع. خلاص حضرتك بتقول لازم تبقى دراسات متخصصه طبعا يا سيدي الفاضل، حتى اللي بيروحوا يامنوا الملاعب الشركات دي ده بيزنس بالنسبه لها، بتفوز بانها خدت الدوري تامنه او الكاس او الدوره الرمضانيه او انا واولادي عايزين نلعب عند بيتنا، وبالتالي لازم انا كمان اشوف معاه ورق راح مطوشه زي دي ولا لا، خرج بره ولا لا. انما جاي لي انت جايب ناس بس عايزه تبقى سلطه وهم ما شاء الله يعني شباب زي الورد وعضلات وبتاع، لكنه اصلا ما يعرفش نعمل ايه بالظبط، ما عندوش درايه بالمجال. ما هو انت عامل فيه كده ليه؟ انت كده بدل ما تستغل المواهب اللي انا بحكيها لك دي ها بتعليمه وتدريبه بعد تعليمه، انت بتعملش كده خالص. يعني هل حضرتك بتقول للجنه الحاليه القائمه على اداره اتحاد الكوره الاتحاد الحالي او اللجنه المؤقته انه لا يمكن ان تحتمل المسابقه هذا الموسم المزيد من الاستثناءات او التعليمات؟ طبعا طبعا، ولا المزيد حتى من عدم التجديد. يعني انت جاي ولديك ورقه مكتوب فيها 3-4 حاجات لازم تعملهم، ما عملتش منهم ولا حاجه، يعني لدرجه ان انت لما تقول الجمهور فيتقال لك على مسؤوليتي يعني ان شاء الله في يناير او فبراير او مارس، يعني طب انهي واحد فيهم؟ طب يوم كام؟ طب اجي لك الساعه كام؟ طب نشرب ايه؟ مفيش، التفاصيل دي مش موجوده، بينما التفاصيل دي موجوده في كل العالم بقرابه العشر مسابقات يا استاذ محمد، وما حدش يقول لي ظروف مصر فيها الظروف خالص خالص. اللي بيقول كده حرام عليه. الظروف الوحيده ان ما حدش بيدي الامن وشريكه في الوطن قواتنا المسلحه في حفظ الامن، يعني ما حدش بيديهم معلومات الوافيه، هو بيضطر يستنى اما يتاكد هو. ما ينفعش. خلاص حضرتك بتقول ان ده خلاص ضلع مهم من اضلاع اللعبه زي الفار زي الفار، في كوادر قائمه على التنسيق زي الفار، يقول لك اصل هتكلف 18 مليون جنيه. يا اخي عيب يا اخي، الكره لو ما جابتش 18 مليار انتوا قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا بصراحة شديدة، مع كل الملايين اللي بتتصرف على يا راجل الصفقات. عيب يا راجل، مش الصفقات الأندية يا راجل، أنت بتدير كرة قدم، ده راعي واحد راجل طيب في أي بلد عنده بقالة كده ليها فرعين ثلاثة، خاصة إن الحكام بقى مسموح لهم الإعلان على ملابسهم. إحنا عندنا كارثة في محكمة رواندية في أمم أفريقيا للشباب، ونحن ليس لدينا إلا 5-6 يعني إناث كلهم ده بيزق حد وده بيزق حد. احنا عندنا كارثه في اللجنه الرئيسيه، في حكام اسمها اتحط الاول مش الاول والتاني مش التاني والرابع هو الاول وحاجات كده وتم اكتشافها. لا زي ما يعني انا بضرب مثال الفار حجم الانفاق، اجيب من انت 18 مليون؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حاجه تضحك لان المفروض النشاط ده بيتسرق. يا اخي اذا لم تقدم الاشياء العظيمه، يعني كنا قاعدين وقاعد السيد عمرو الجنايني ومعاه الوزير، فبقول على قلت له على الاقل الحاجات اللحم ودم، ما تقول لي في ظروف، قد يكون في ظروف، سيب الحاجات بتاع الظروف لا دخل لاي حد بها، لكن ما فيش حد يشتري عربيه لعبه اطفال كده بس غاليه شويه تاخد الكره توديها نص الملعب؟ معقولة يعني؟ مفيش حد يصر ان في ولاد الصغيرة دول اللي بيمشوا بس اللعيبة ما تجرجرهاش. مراقبين بيروحوا يتكلموا مع الحكام اللي هو ابو بدلة ده. بس احنا هنفضل دوري هو. وانا ليه ما اجيبش ما اجيبش ماتش اسجله يا عم، بلاش واحد يسافر واقول عايزين زي ده، سجله من التلفزيون واقول عايزين زي ده، اللي لابس ايدي كارت نجيب له واحد زيه بس بالعربي. اللي واقف على الشمال يقف على الشمال، اللي بياخد الولاد الصغيرة معاه ياخدهم معاه. اللي مش عارف بيعمل ايه ذو الاحتياجات الخاصه بيقعدوا هنا بيقعدوا هنا، بيقفوا هنا بيقفوا هنا، الكره مره بعربيه ومره موتوسيكل بيجيبها ومره طياره بنعمل زيهم يا عم. لا وفي العالم كله ما دام بداوا يعترفوا ان تقنيه الفار دي ضروره في اللعبه وبدا ده بقى من التطبيقات والمعايير العالميه المتعارف عليها، لابد ان نتبع المعايير دي. عارف لو قال لي ها اصل احنا مزاجنا كده احسن ما يقول لك كلفته 18 مليون جنيه، معناه ان احنا كده الدوري المصري
في أول موسم ينتظم فيه وأنا معاك في أي حاجة على لساني وعلى مسؤوليتي يباع بخمسة مليار جنيه في أول موسم ينتظم فيه وما فيهوش حصر عشان ما حدش يضحك علينا. والدولة المصرية كسرت القيود دي لصالح القارة الفقيرة الطيبة أفريقيا بالقضايا اللي حصلت، وتم طرد الشركة اللي كانت بتخش كده زي السمسار تبيع وبشركة وطنية اسمها برزنتيشن وبأداء رائع في تايم سبورتس قطع كل الحصريات من السمسار اللي بيبيع لقنوات مشبوهة بتشتري حقوق الناس في المشاهدة. لا والكلمة اللي حضرتك قلتها كمان اللي انا فعلا لابد اننا نركز عليها، انه اي حد بيتابع حضرتك دلوقتي هيتفق معاك في قضية انه لو ما عندكوش 18 مليون عشان تجيبوا بيهم تقنية للعبة الأندية في مصر بتصرف عليها بالشكل ده والإعلام مهتم بيها والدولة والإنفاق عليها بالحجم ده والجماهير ومتابعتها بالمال والرعاة، يبقى لا عندنا مشكلة، يبقى لازم نعيد نظر في حاجات كتير قوي. إذا كنا بندعو الاستثمار يأتي لمصر في الرياضة وفي الكرة زي ما حضرتك بتقول بالمليارات، إزاي يبقى مش قادر أوفر ديفايس معينة أو تقنية معينة ب 18 مليون جنيه؟ يبقى أنا بعيد. لا ناصح بس لما يجي ماتش كبير يقول لك نروح نلعبه عند الشقيقة سين أو إكس، هو حضرتك بتسوق لهم أهالينا وكل حاجة، حضرتك بتسوق لهم عارف رايح ليه؟ يقول لك أصل ملعب فلان بن فلان ده في تقنية الفار يا جدع، أصل ملعب علان بن تركان ده في العربية اللي بتاخد الكرة دي، يا راجل يا راجل، والمحروسة العظيمة دي ألا تستحق إنها تبقى على المستوى ده وأفضل؟ إيه يا عم في إيه؟ كلام عشان كده بيقف يعني في الزور في الجبلية كلام النادي الأهلي لأنه يبحث عن هذا النموذج. أنا بقولها لك صراحة وأندية لا وأندية أكتر من 11 سنة للأمانة للأمانة وأندية شعبية كثيرة بس لكن دايما بتحتمي في الأهلي لأن هي بترى إنه قادر يتكلم. لا والنادي الأهلي مصر على الأمر ده وبيطالب بيه، احنا فاكرين بدأت من 2008 و 2009 تتكرر المطالبات اللي كان اتكلم عنها الراحل الكبير الكابتن صالح سليم ثم عادت في عهد الله. المجلس اللي كان فيه الكابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي قدم مشروع بقى كامل وكان معاك كابتن خطيب رؤية كاملة أعتقد سيروا عليه مش هم لوحدهم، كابتن حسن وكابتن خطيب ربنا يديهم الصحة، ده أكيد كانوا مشغلين فرق بقى زي ابننا سراج وزي اقتصاديين وكذا وماذا كل ومنحاة يعني، وبالتالي قدموا مشروع انت كان بقى عربة المحترفين ومش عارف ايه والكور والبالونات واي حاجه تعجبك ولا حياه لمن تنادي. لا يبقى في حياه اصل مش هينفع. لا حتى الان لا لا ده استثمارات، بص من الاخر دي استثمارات، وانا بقول لكل الجماهير اللي حتى بيوقعوا بينهم عشان ما يروحوش الملاعب عشان الجمهور دخوله الملعب بيقول للفاشل الفاشل يرفع ايده بدل النجح يرفع ايده، طب يوديه الملعب ليه مسؤول الكوره؟ ما يقول ان الامن ويريح دماغه، امال يكشف بقى ان انت قاعد في الاستاد وانت مش عارف الكرسي ده بتاعك ولا لا والتاني دي تذكرته ولا لا وشايف التاني منظر يجي ويجيه، وحتى لو جبنا العربيه دي من البتاع عامله كده زي المطبات الكره تقع كل شويه ويجري ورا شكلنا وحش. طيب خلينا ننتقل، خدت بالك انت من ده ومش عايز يعمل ممارسه كامله. خلينا ننتقل للامور الفنيه ومتابعه حضرتك للمنتخبات الوطنيه، منتخبنا الوطني الاول، خلينا نبدا الحديث بالمنتخب الاولمبي، حضرتك شايف ازاي منتخبنا الاولمبي ومجموعته والمنافسات فيها والمباراه المهمه بعد الفوز على مالي المباراه المرتقبه غدا امام منتخب غانا فنية. والله شوف انا شايف انه في 8 فرق وثلاث بطاقات، اللي مش هياخد واحده من الثلاثه لازم نقول له شكرا فاشل، لا حتى لو ولا يصلح انه يتكلم معانا عن الاداء، ممكن يتكلم معانا عن الاداء والنتيجه نقول له على راسنا يعني لعب في الحد المعقول، فالتاريخ لا يعترف والبطولات الكبرى الا بالمراكز، ومن ثم نبدا الكلام ب 70 ل 65% اداء ومقعد في الاولمبيك جيمز 2020 طوكيو ولعب المباراه النهائيه حبذا، والكأس يبقى على راسنا وانشأت جيل جديد يا كابتن شوقي، ساعتها نقول لك انت مستر شوقي، خاصة ان الحيط اللي بين المنتخبين يعني سون وليتا هيتشال قريبا. ليه؟ المنتخب ده بالثلاثي اللي ممكن يروحوا باصل الاولمبيك جيمز معاهم مو صلاح وتريزيجيه احمد حجازي ويمكن واحد ولا اثنين كمان، هم منتخب مصر في قادم الاحوال والايام، وبالتالي مفيش حد عنده يعني اي حاجه تعوقه. كان عند الولاد دي مشكله كبيره جدا، انا متصور ان جزء من الشد العضلي اللي صلاح محسن ومصطفى محمد من اللود ده مش من الضغط العضلي يعني، وان كان برضو في حاجه نبقى نناقشها بعد كده يعني. ايه هو يا استاذ عصام اللي هو اللود بتاع انه الفريق الاول خرج صفر اليدين، ان هم نفسهم يصحوا الجمهور وتبقى المصالحه عن طريقهم،
فكلنا شحناهم زياده. نفسي زايد ان الفرصه بقى في دي كنتوا انتوا اللي هترجعوا الهيبه والكره وكذا وماذا، وبالتالي اثر عليهم سلبا. يعني مش ده رمضان، رمضان كمان مثقل بشاره الكابتن، فبقى هذا يومك هذا مشقي، والاوفرلود ده كان باين. بالاضافه ان انا مختلف شويه مع مدربين المنتخبات، ما يزعلوش مني في حكايه المؤدي البدني دي. مفيش بقى دلوقتي في العالم، مفيش واحد يبقى بياخد اللعيبه ب 72 ساعه ها ويبقى عايز مؤدي بدني. مينفعش، هو لن يعد بدني يفترض. انما هو كان فيه من 20 سنه كده يقول لك اصل الاعداد البدني في الانديه، طب اما هو انه بقى معترف بيه؟ امال احنا عايزين نبقى دوليين وكبار ازاي؟ مش زي العالم، العالم 72 ساعه. حضرتك بتقول انه في الاساس 72 ساعه عمرها ما كانت برنامج زمني كافي للاعداد البدني. ايه بقى اعمل حاجه؟ بس نحط برنامج ولا ثاني مد حتى، ولا ثاني مد مش هيلحق يعملها. صفو انتباه بكتيره. وبالتالي انت محتاج هذا التطوير سريع جدا، وانا ولا بحلم، لا ده مصر قد كده 100 مره. لكن خلينا، لان ده النموذج اللي شغال برضه، ما عندناش مشكله، لكن الدروب كان في كده. وانا بقول لك يمكن حتى صلاح محسن ومصطفى محمد نلاقيهم في الماتش بكره او في جزء منه، لان الاصابه ما كانتش بداعي الجهد المضاعف وفقد واللود النفسي. لكن الفرقه ما تخوفش منتخبنا، يعني بكلام منتخب غانا حضرتك شايف انه مش افضل من منتخب. لا طبعا منتخب جامد جدا، منتخب معاه سته بيسعوا يعني لاوروبا من بدري، راحوا ولعبوا كمان وموجودين في اوروبا، وفي واحد جاي كان المفروض يجي امبارح، لكن وفي اربعه منهم كانوا مع المنتخب الاول هنا بالمناسبه. وبالتالي هو منتخب ما هوش سهل يعني. لكن احنا دايما، حتى سونج مدرب الكاميرون قال المصريين دايما بيجرونا ها لفكرة التالنتد وذكاء الموقف، لأنه مش هيجرينا فيما هو بدني وكذا يعني. صحيح هم بدأوا يبقى عندهم فكرة الموهبة والذكاء، لكنهم مش قد كورتنا. حتى الشمال العربي الأفريقي، وأنت عارف إن هم نفسهم بيقولوا كده، بتخنقونا ككورة. أما أنا بخنقك عشان ده أسلوبي. أنت تخاف إمتى من خنقتهم اللي هي على بلاش، إنك تبقى بتدافع وشكلك وحش. لكن أما وإنك ممتلك نص الملعب وتخلي فرقة زي مالي فيها سبعة من الفريق الأول، ستة منهم كان مع منتخبهم الأول هنا، وفي لعيب يعني جن كورة، سيسكو ده ما جاش بتاع باريس سان جيرمان، المفروض يكون وصل بس الحمد لله بعد ماتشنا يعني. واحنا في الآخر لعبتنا بتلعب طبعا يعني مع الأهلي والزمالك وكذا والأندية الشعبية، لكن الخروج بره ده موضوع ثالث هنبقى نناقشه برضه، لأنه ده حق أصيل للبلد دي في استثمارات وقوة المنتخبات. وبالتالي لا، أنا شايف أنه عندك ماتش جاي، شوقي واللعيبة قالوا امبارح كده يعني للجمهور، تعالوا مش هنغزلكم، تعادل تعادل او فوز مريح جدا، ننتظر مقعد في الاولمبيك جيمز ولعب المباراه النهائيه، مش عايزين منهم اكتر من كده. يا كلاهما يا اما مقعد. يعني حضرتك بتقول اول الاهداف هو التاهل للاولمبياد ان شاء الله، طبعاً. وياتي بعده الهدف الثاني هو الفوز بالبطوله. عايز فصل الخطاب، مقاعد الاولمبيك جيمز ثلاثه يزيدوا يرجعوا اثنين، بعد كده اللي مش هيودينا مش عايزين نشوف وشه في الكوره، يتفضل يشوف له شغلانه في الكوره في اي حته تاني. انا مش بهزر، خمس مقاعد في كاس العالم كويس، مفيش مصر اصلا مش مغامره، ولا واحد يجي يختصر لنا السنين فيبقى بطل قومي. كل سنه يا حبيبي، انت مش في كاس عالم، انت في امشي بره مصر حتى لو مصري. ايوه انا مش بهزر، تبقى احنا عندنا مشكله، ما يبقاش على قدر احنا عندنا مشكله بقالك كام سنه بتشتغل في الاعلام، وقد ايه منهم رياضه. لو لقيت حد سافر بره غير اتنين تلاته يشتغلوا بره يبقى ليك حق، بينما التوانسه والجزائريين اللي احنا سابقينهم من خمسينات وستينات. طب وده معناه ايه؟ مؤشر ده معناه انه في تورته بتتوزع هنا، هي بلعيبه ومدربين مشغلينهم السماسره. لا الكلام كتير وعظيم يعني، بس خلينا ايه في المستهدف الان، لانه في امال متعاظمه حوالين منتخبات، حوالين إدارة بتحاول وتسعى للتطوير زي النادي الأهلي وأندية شعبية أخرى. أنا سامع أصواتهم، وبالتالي هنناقش بقى الحاجات دي كإعلام لو عندنا ضمير وطني. تأكيدا على كلام حضرتك، شوية الكوادر العربية والأفريقية اللي بتطلب في أجهزة فنية في أوروبا، راضي الجعايدي مش في أوروبا دلوقتي، هو انتقل لأمريكا لتولي مهمة المدير الفني لفريق كرة أمريكي، تمهيدا لمرحلة مفاوضات لعودته من جديد للجهاز الفني أو ليكون ضمن الجهاز الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي. يعني الكوادر العربية والأفريقية اللي بتخرج ده مش متوفر للكوادر المصرية دلوقتي، ده مؤشر على تأكيدا مش مطبقين احنا الشغل الاحترافي. تأكيدا بقى الكلام حضرتك، اتنين من المؤدين البدنيين في مصر
من تونس. اثنين من المعدين البدنيين. انيس الشعلاني وفي واحد تاني. وحضرتك يعني بتقول ان احنا محتاجين ناخذ بالاسباب والاسلوب الاحترافي في العمل اكتر. مش ناخذ بالاسباب. لا في حاجه تورته بتتوزع مش بالكفاءه انا اسف يعني. ده الراجل بيوعي يديله الفرقه اللي بعديها، يوعي يديله الفرقه اللي بعديها. مفترض انه ده ضمن السيستم اللي يتعمل في الجبلايه. انت ليك موسم يعني تغييره واحده اذا مش شاكل نادي بس. لكن كل شويه تغسل ايديك من النادي وتمشي ومعاك 6-7 لعيبه. هختتم مره صيف ومره شتاء لان وقتنا بينتهي بسؤال اخير عن منتخبنا الوطني الاول واستعداداته تحت قياده كابتن حسام البدري للمباريات القادمه بدءا من مباراه كينيا تصفيات الامم الافريقيه. انا ما عنديش مشكله مع المنتخب الاول، وبقول للناس منتخب مصر ما كانش واخد كاس العالم، فدلوقتي عايزين تحاسبه يعني الجهاز الفني على سقوط ما معرفش ايه هو. لكن حسام البدري لازم ياخد فرصته في انه يعمل افكاره، يعمل افكاره سواء في الاختيارات او بعض الخطط والتكتكس. ثم نتحاسب بعد كتلة من المباريات اللي هم الماتشين جزر القمر وكينيا. نبدأ الحساب مش نتحاسب، يعني نبدأ نشوف مؤشرات اداء سمت التاتش ولا لا. ان شاء الله يكونوا موفقين. كل التوفيق للمنتخبين، المنتخب الوطني الاول في مبارياته القادمه، ومنتخبنا الاولمبي ان شاء الله في مباراه الغد المهمه امام نظيره منتخب غانا الاولمبي. في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع استاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله. بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.